كنلقاو وزراء يعني عندهم ولع بالتواصل اكثر. كاين هذه الظاهره ديال الشخصانه، لي بيرسوناليزاسيون ديال التواصل، بينما في مؤخره الكوكبه كنلقاو ناس اللي هما ربما كيتجنبوا الكاميرا اللي يعني اللي غرضين في نفس كل واحد. ولكن اللي ما يمكنش نستصغوه هو ان ما يكونش انسجام. سواء مع الصحافة داخل البرلمان، استعمال الدارجة أصبح له حضور أكبر في خطاب الفاعل السياسي. محمد أبو يهدى رئيس تحرير بيومية الأحداث المغربية، تثيره المفارقة بين استعمال لغة قريبة من الناس ومضمون خطاب الحكومة. مقارنة مع الحكومات السابقة انتقلنا من تواصل عن طريق لغة الخشب إلى تواصل عن طريق الفرجة السياسية، وهما سيان، لأن في الطريقة الثانية ديال التواصل تكون يعني الدهشة في البداية عندما نستمع للغة نجيدها، هي لغة الدارجة، نستمع للسياسي يتكلم بنفس اللسان الذي نتكلم به، لكن بعد ذلك نجد بأن هذا الخطاب مضمونه فارغا، وبالتالي فإن العملية تتوقف عند الحد. إلى جانب الندوات الصحفية، الحكومة الحالية تتواصل كذلك عن طريق ما يسميه المتتبعون بالخرجات الإعلامية لمجموعة من قيادي أحزاب التحالف الحكومي. هناك بعض الأحزاب داخل الحكومة التي تنهج دائما في إطار التواصل السياسي خطابا مزدوجا، الأول رسمي عندما تكون داخل الحكومة، والثاني هو الكلام الذي يطلقه قياديوها. نجد هذا الأمر بالخصوص لدى حزب العدالة والتنمية، يوم بعد يوم يخرج قياديون بكلام يجلب لهم تعاطفا من طرف الجمهور. كنلاحظوا كمتتبعين الأحداث أو كمواطنين عاديين أنك تكون خرجات إعلامية فيها 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 تفاوت أو تضارب أو تضاد أو عدم انسجام أو قلة انسجام على أي حال. هذا المشكل الأساسي هو أن ما كيكونش ربما واحد الاستراتيجية عامة ديال التواصل الحكومي أو صورة الحكومة، ما اشتغال على صورة هذه الحكومة إعلاميا أو بالنسبة للرأي العام. الأكيد في ظل دستور ينص على الحق في المعلومة، الحكومة الحالية أمامها رهان تطوير آليات التواصل، الهدف تمكين المواطن من أكبر عدد من المعلومات المرتبطة بتسيير الشأن العام. مباشرة غنسمعوا ردود فعل جيدة للمشاهدين مع الحسين وزي. إذا ردود الفعل متواصلة، والأفكار اللي كنطرحوها هنا في الاستوديو واللي جات من عند الضيوف يتم كذلك تناولها ومناقشتها في المواقع الاجتماعية خاصة فيسبوك وتويتر. الشق الثاني من المداخلات ديال المشاهدين نبداوه مباشرة مع السادة بالقاسم نهي من الدار البيضاء وأحمد أمين نوالي من تازة، اللي كيتسائلوا على دور المعارضة، سؤال موجه للسيد عبد اللطيف وهبي، وكيقولوا هل دور المعارضة هو فقط جر الحبل مع الحكومة في نقد بناء، أم أن المصالح السياسية تفسد كل النوايا الحسنة؟ سيد عبد الحق أخيط من تارودانت يتساءل هل لدى الحكومة استراتيجية جديدة تمكنها من تفادي استفادة الطبقة البرجوازية والأغنياء من دعم صندوق المقاصة حول توزيع أموال هذا الصندوق؟ هذا كيتساءل السيد عبد الله من الرباط حول المعايير لمعرفة الأسر الفقيرة، فهناك أسر مثلا معوزة لم تستفيد لحد الآن من نظام صحي راميد. السيدة سارة الطاهري من بني ملال كتذكرنا بقرار لاقتطاع من أجور الموظفين المضربين في بعض القطاعات، هل هذا الأمر يتماشى مع نهج الحكومة في دعم الفئات المعوزة؟ رشيد الدهبي من صفر يؤكد أنه من الصعب تحقيق كل شيء خصوصا مع ارتفاع نسب البطالة ببلادنا. مجموعة من الأسئلة جات مرتبطة بملف البطالة من السادة محمد أحرار من سلا، إبراهيم من إمزورن، والسيد إحسان الزكري من طنجة، اللي كيتسأل أو لا كيسألوا السيد مصطفى الخلفي ألا يعتبر تراجع الحكومة عن تنفيذ مقتضيات محضر 20 يوليوز الخاص بالعاطلين مؤشرا على فشل تدبير ملف اجتماعي تعهدت به الحكومة السابقة؟ بخصوص هذا المعطى مجموعة من المواطنين كذلك كيتسألوا ألا تظنون أن الزيادة في الأسعار وقرار الاقتطاع من الأجور في بعض القطاعات وعدم تنفيذ محضر 20 يوليوز الخاص بالعاطلين وغيرها من القرارات كتضرب في الصميم شعبية الحكومة وإجراءاتها الاجتماعية؟
سيد أبو جمال من بروكسل يقول أن أتمنى من المغاربة أنهم يصبروا على هذه الحكومة نظرا للإرث اللي تحملته في ظروف إقليمية وعالمية صعبة. ونهي فقط بسؤال من السيد يوسف هناوي من مدينة الرشيدية اللي كيقول أشكر الحكومة على المجهودات والإجراءات الملموسة اللي نفذتها. لدي سؤال للسيد مصطفى الخلفي ووزير السياحة كذلك، ما موقفهم أو ما موقف الحكومة بصفة عامة من الموقف اللي اتخذته الباترونة تجاه قانون المالية؟ غتبقى لنا تقريبا شي جوج دقائق لكل متدخل سواء للإجابة على هذه التساؤلات هذه ولا للتعليق على ما تغير في طريقة تواصل الحكومة. السي عبيبة بسرعة. تيبان لي خصنا نبتعدوا شوية من النظرية ديال افتراض أعداء، وإلا ما نخدموش حتى ولو كانوا هاد الأعداء من قصص كليلة ودمنة، لأنه المسؤولية الآن والدستور تعطي أنك ترتاح من هاد الأعداء المفترضين لأن عندك قرارات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن راه كاين إنجازات ولكن بعيدة عن ما هو مطلوب. ملي كنلقاو 26,000 منصب، 15,000 منها فقط الناس اللي خرجوا من التقاعد، في حين عندنا 150,000 خريج ثانوي مع وجود مليون في الشوارع. إذن واخا نبقاو 20 عام ما غنخدموش الموجود، أما اللي غادي يقرا ويشد الباك ويشد لا ليسونس وهذا يعني خصو يتسنى 30 عام. هذه إلا مشينا في هذا الطرح. أنا متفق معك، هو علاش جا الخط الائتماني حسب التقارير اللي تكلمات لي خارج المغرب؟ لأن كاين خطر السي الخلفي، لأن وصلنا ل 60% من عزوة إلى وصلنا للخط الأحمر. طبعا ما معنى هذا؟ معناه أنه مشكل اقتصادي مطروح، خطر اقتصادي مطروح وأزمة كاينة. كيفاش كندبروها؟ كاين حلول. مع 22,000 مقاولة غير مهيكلة نتحاوروا معاهم، لأن ملي كنفرضوا عليهم الضرائب بلا حوار كيرفضوا. وفي المغرب عندنا 60% من المقاولات كتستورد فقط، ما عندناش اللي كتنتج. معنا الناس هنا في عين السبع كاين المقاولة كتخدم 7 شهور وتريح، اش غنديروا لهادي؟ أي قانون غنطبقوا عليها؟ لأن التصدير في أوروبا وقفت هي كتوقف. إذا خصنا واحد المعالجة مع الوضع الاعتباري ديال النقابات اللي خصها تفهم هذا الجانب. أنا تيبان لي في المغرب يصدق فينا قوله تعالى كاين الفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل، حتى الفقر عندنا أنواع. راه خصنا نعالجوا هذه الأمور بواحد الطريقة معينة. مجلس المنافسة أنا أتخوف أن يولي محكمة، لأنه حنا خصنا نديروا مؤسسات غتشد القضايا وتصيفطها وزارة العدل. غنصدقوا في واحد العمل خصنا نديروا الإصلاح عن نديروا المحاكمات، وهذا خص راه يمكن هادو الناس اللي هربانين الآن نكمل الله يجزيك واحد شوية. غير ما بقاش الوقت السي عبيبة وصافي. سي حداد تفضل. لا أنا عندي واحد المجموعة ديال النقاط. أولا أنا لا أؤمن بمسألة العفاريت والتماسيح إلى غير ذلك، ولكن كاينه مسألة اللي خصنا نعرفوها، أنه كلما كان هناك تغيير ستكون المقاومة، وهذه المقاومة طبيعية. يعني كثير من المنظرين على المستوى الدولي تقول المقاومة طبيعية ويجب التعامل معها لأنها كتمس مصالح في الشكل والتغيير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة للإخوان اللي قالوا على التواصل ديال الحكومة، أنا تنظر هناك تواصل مع البرلمان مع الصحافة، تواصل مهم جدا، ولكن هناك تغيير يعني استعمال الدارجة ولا الفرجة السياسية أنا لا يزعجني، لأن واحد القضية الديمقراطية العريقة بحال بريطانيا في مجلس العموم البريطاني إلا مشيتي ليه الفرجة السياسية تشكل يعني مكونا أساسيا من الحوار ومن النقاش العام. هذه مسألة لا بالنسبة للإخوة اللي طرحوا مسألة واش هناك استراتيجية ديال الحكومة فيما يخص صندوق المقاصة ومعايير الفقر واش محددة في الرميد. معايير الفقر محددة بشكل كبير جدا، والتجربة اللي عملنا في تدلا أزيلة عطاتنا يعني شنو هي معايير الفقر، ويعبئون الملفات ديالهم وكيجوا أمام واحد اللجنة ويتم تحديدها ويمكن له أنه يجيب وثائق جديدة. اللي غادي يمكن يدار ربما وحنا الآن في إطار النقاش في الإصلاح ديال صندوق المقاصة، وهو أن أي واحد يمكن له يعبأ ملف ديالو ويقول أنا أستحق أنه تكون عندي هذوك، ولكن ما تعنيش بأنه الأخذ ديالو، ولكن غتكون مسألة ربما مفتوحة للكل وحسب التنقيط هو في المدينة. طلبة سي وهبي ما سبقتش وزير المالية وزير التعلم. أنا بغيت غير ندير جوج الملاحظات. أولا رجال الأعمال ما وقفوش ضد قانون ضد الميزانية، ضد قانون مشروع الميزانية ما وقفوش ضده، عندهم ملاحظات وقدموا وجهة نظر واتصلوا بالفرق بما فيهم الفرق، قالوا دي عندنا عجوان الملاحظات، وهذو ناس فاعلين اقتصاديين. هذه المسألة الأولى. عندي جوج القضايا كبرى. إذا كان الوضع الاقتصادي جيد وحليته وكتسابوا في حلو، أنا بغيت نفهم أش كيدير السي بركة هاديا في الخارج، أش مشى يدير؟ أش مشى يقلب؟ أش مشى يبيع؟ على كل. وإذا كان الوضع السياسي منسجم قولوا لي الوفد اللي مشى من الرباط لمراكش عن جهات الملك وفي غير الناس لا عدرة تنمية مشاو علاش؟ يشتكي على جهة الملك ضد أي شخص
ولا ضد اي حزب ولا الا كنتو منسجمين. هادشي اللي بغيت نفهم وما كنتضرش اجوبه. اولا اللقاء اللي كان مع جلالة الملك هذا لقاء خاص، ما عرفتش هذه الاسئله اللي كنت كنسال. انا كنتسال سيري، انا سمعت لك انا غير كنشرح لك وانا جاوبتك صافي كفي. وبكل وضوح هو ان هذا لقاء خاص. ثانيا الحكومه كتشتغل بشكل يومي، عندنا تحديات كثيره وكننص على ان السرعه الان احنا واعيين بان الانتظارات كبيره كتقتضي منا مضاعفه السرعه. يعني مثلا القضيه ديال صندوق التماسك الاجتماعي، الطلبات اللي تقدمت تتغطي حوالي 4 مليون، ولكن شحال قدينا نعالجوا من ملفات؟ يلاه كتعالج تقريبا شي 160 الف ملف اللي تعالجت من اصل مليون ملف اللي توضعت كتشمل 4 مليون. المعالجه ديال الملفات من صندوق التكافل العائلي طموح 40 الف امراه، ولكن عدت نعالجوا الملفات. وهذا العمل على التسريع واتخاذ قرارات كيشكل الهاجس اليومي. البرلمان الان كيناقش الميزانيات الفرعيه وكتقدم فيها الحصيله، واحد اهم الاشكالات اللي كنجيو كنطرحوها كنقولوا عندنا برنامج، الاجراءات اللي اتخذت، ها الرؤيه المؤطره، خدمه المواطن، تسهيل حياه المقاوله، ونزيدوا بالبلاد ديالنا الامام. كنطرحوا مشاريع كيمكن تعترضنا عوائق، ولكن عندنا الاراده نتجاوزوا العوائق، وكنتقدموا تدريجيا غاديين كننجزوا. وكل شهر كيحس المواطن بان السرعه اللي كنخدموا بها اكثر من الشهر السابق. القضيه ديال الاستثمارات خدمنا باللجنه التتبع على الاستثمارات، هذه اول مره دارت ان الاستثمارات اللي كتعطى في اطار اللجنه الوطنيه انعقدت في هذه اشهر، صادقات على 35 مشروع قيمه الماليه 18 مليار ديال الدرهم و740 مليون. شنو النتيجه؟ انا نشير لواحد القضيه ديال الاخوان ديال المساله ديال التواصل. التواصل الحكومه الان ما كديرش الفرجه، كدير واحد اللغه قريبه من الشعب بالشكل اللي كترجع الشعب يناقش القضايا اللي كتهمه، وهذا الشيء هو اللي كيبني الثقه. اعلن مثلا جاء الاجراء ديال المقاصه، ماشي اتخذناه وعلنا عليه بقرارات عامه، دار برنامج وتشرح وتوضح والناس تفهمت القرار، وهذا الشيء كان عنده اثر على الديناميه العامه ديال البلاد ونعكس عليها. المحضر 20 يوليو اللي تراه احد الاخوان، نعم احنا متعاطفين مع هذه الفئه، ولكن عندنا اكراه قانوني ودستوري. القانون صدر في نهايه دجنبر قبل ما تجي هذه الحكومه، المرسوم ديالو وكيجي كيقول لك التوظيف الان الولوج للوظيفه العموميه كيتبنى على معايير المساواه وتكافؤ الفرص والحق. هذا قانون رغم انه كان واحد الاستثناء، رغم انه كان واحد الاستثناء اللي فسر بتنفيذ توصيف هيئه الانصاف والمصالح. هذاك القضيه كانت فيه لجنه النص صدر القانون. القانون صدر في ماي 2011، المحضر كان في 20 يوليو، والمرسوم التطبيقي ديالو صدر في دجنبر، بمعنى كيطبق القانون ديال ماي. هذا نتج اكراه قانوني. راني محامي السي الخليفي. لا انت محامي. راني محامي السي الخليفي، ولكن انا كنقول من الناحيه القانونيه ناقشت مع رئيس الحكومه في البرلمان وكنت حاضر. السي الخليفي شكرا. القضيه ديال الباترونا الامور غاده بشكل ايجابي. نادي المليلي كاينه عمليه في اطار البرلمان كنتمناو هذه. السي الخليفي شكرا. نادي المليلي انا غنجاوبك على هذه القضيه ديال الباترونا السي الخليفي، مي غنبدا بالقضيه التواصل. كنعترف بان حزب العداله والتنميه كان هو اول حزب وصل للحكومه ودار لقاء في الشهور الاولى مع الصحافه ومع مع كثير من الفاعلين، كيقول لهم كيفاش خاص يمكن انا نتواصل مع الشعب وشنو هما وسائل الاتصال. هذه كنعترف بها، ولكن اشهر من بعد بدينا كنسمعوا القصف الاعلامي، بدينا كنسمعوا السي بن كيران كي لا غير بلاتي، لا غير بلاتي، غير باش نشرح هذه القضيه لانها مهمه. لا لا غير كان واحد التحامل انا ما فهمناهش من عند رئيس الحكومه، من عندك انت السي الخلفي، من عند وزراء اخرين متحاملين على الصحافه. علاش علاش انا نقول لك علاش ديالكوش تحملنا المجله اللي فيها تحملنا عليها؟ لا لا، ولكن انا كنهضر باسم، لا كنهضر بصفه عامه، كنهضر باسم على لا بروفيسيون. الا بغيتو الا بغيتو ما يكونش هذا القصف بعدا، ديجا خاص احترام للين ايديتوريال، كل عنده لين ايديتوريال ديالو، ولو فيت انهم يكونوا ضدكم راه ماشي ضد اشخاص ديالكم، ولكن ضد لي بوليتيك ديالكم. خرجوا قانون ديال لاكسي على لافورماسيون، خرجوا قانون ديال الحق الوصول للمعلومه. راه غاديين فيه وراه مشروع مطروح وان شاء الله في بدايه 2021. كاين مشكل، كاين مشكل ملي كنشوف انايا ان فونكسيونير خرج
خرج واحد الوثيقه بخصوص الملف ديال لي بريم ديال سي مزوار وديال سي بن سوده، والان كيتعاقب، يعني هو دابا في المحكمه. انا كنتخوف من لاكسي على انفورماسيون. وهذا ملف عند القضاء ما يمكنش لي نعلق. شكرا شكرا نادير مني. شكرا ديونتولوجي غير بخصوص الباترونا، بخصوص الباترونا انا اللي كنحس به، اللي كنحس به في اطار العمل الصحفي هو ان الحكومه كتنعزل، غادا كتنعزل الباترونا احزاب المعارضه. دابا حتى لي سانديكا ملي كنشوف بان مثلا لي سانديكا ما كتسولش فينا كتسولش في الحكومه. امر دقيت عندنا الباب وما جاوبناش. اسمح لي الله يخليك غير كلمه واحده. ملي كنشوف لي سانديكا، ملي كنشوف لي سانديكا كيسنيو دي كونفونسيون ديريكتومون مع لا سي جو ام بلا ما تكون الحكومه. كنحط واحد السؤال، كنحط. شكرا نادير مني اللي يسر خلفي. شكرا سي الحداد. فينا هو قانون لا غريف. شكرا 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 سيدي نادر ميسي الحداد والسي الخلفي والسي عبيه بوسي. اشكركم جميعا على تجاوز الوقت. اشكر الجمهور الحاضر معنا هنا. اشكركم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله.